الرئاسية وصولا إلى البرلمان، تحديدا المجلس الشعبي الوطني، حيث حسم النقاط الأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2016 وسط رفض المعارضة له والاحتجاج الشديد عليه. على كل، المشروع اليوم أمام نواب مجلس الأمة للنظر فيه. أيضا برنامج حوار الساعة يجري قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2016. مشروع القانون هذا الذي وصف بالليبرالي، وصف أيضا بأنه يضرب الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وصف بالجائر في حق المواطن، وقيل عنه أيضا أنه ضرورة ملحة تمليها اليوم ظروف اقتصادية صعبة استثنائية وغير عادية. لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة معالي وزير المالية السيد عبد الرحمن بن خلفة. معالي الوزير، أهلا بك إلى برنامج حوار الساعة، شكرا على استضافتنا في بيت وزارة المالية. شكرا لكم ومرحبا بكم وبالأخوات والإخوة المشاهدين في بهو وزارة المالية. شكرا. إذن معالي الوزير، مشروع قانون المالية لسنة 2016 كما ذكرت يأتي في ظروف اقتصادية استثنائية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أثر سلبا على مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وتراجعها تقريبا بنسبة 50%، فأدى الاستعمال الاحتياطي من العملة الصعبة وأيضا الأخذ من صندوق ضبط الإيرادات. معالي الوزير، كيف تم التعامل مع كل هذه المعطيات لإعداد مشروع قانون المالية هذا؟ شكرا مرة ثانية. مشروع قانون المالية 2016، احنا غدا ان شاء الله بالضبط في مجلس السنة لنستمر في المناقشة. هو قانون في ظرف جديد صعب. انا اليوم ما دمت امام الاخوات والاخوة المواطنين سأتكلم بلغة المواطن بالضبط، لانه قانون المالية يتجه للمستثمرين، يتجه لرجال الاعمال، يتجه للإدارة، ولكن يتجه لإخواننا وأخواتنا. اللي وصلتني بعض الانشغالات أنهم خايفين منه. احنا فعلا البترول نزل، البترول موش لا بيد الجزائريين ولا بيد البترول، المستوى نتاعه خارج البلدان ودولي، وبالتالي نزل فعلا ضيعنا. والاجتماع الأخير للأوبب يوم الجمعة أيضا كان زاد فاسق في الإنتاج وخفض أيضا بنسبة 2.5% من الأسعار. بالتالي نحن في هذه الظروف اللي نعتبر بلي البترول خارج إرادتنا بالضبط، وبالتالي لابد أننا نتكفل بالأشياء اللي في أيدينا. يقولوا جائر، يقولوا أنا بالنسبة إلي قانون واعد. لماذا؟ لأنه هذا اللي يخلينا بين أيدينا مصيرنا. الجزائريين موش اليوم، موش أمس، موش غد، كل مرة يعودوا في ظروف صعبة يتلايموا، فلابد نتلايم حول الظرف هذا. لكن الحمد لله احنا الشوك هذا اللي يسموه الصدمة مازال ما وصلش للعظم. يعني فيه بلدان كثيرة ممكن راهم في ظروف صعبة، أصعب. لماذا؟ لأنه احنا ما عندناش استدانة، حتى واحد ما يسالنا فلوس. لا، في الداخل عندنا 8%، في الخارج عندنا ما يقال 0%. وعندنا الحمد لله المدخرات عندنا بالعملة الصعبة وعندنا بالعملة الوطنية. الخطر موش اليوم، الخطر هو إذا ما فعلنا شيء. بالضبط. الخطر هو أنه نمشي هكذا بهدوء، نعتبر أنه ما كانش، نستمر في الوتيرة اللي ماشيين فيها، سنة سنتين ثلاثة تمشي ونلقاو روحنا أمام أخطر من هذا. فلهذا القانون المالية 2016 واللي جاء بعد قانون المالية 2015، القانون التكميلي، لا حتى القانون، لأنه نذكر الإخوة المواطنين والمواطنات باللي الرئيس، فخامة الرئيس الجمهورية كان في ديسمبر 2014 في مجلس الوزراء بدأ له هذه النظرة الاستشرافية، والحكومة قال لازم أنه من الآن تجهزوا أنفسكم لأيام صعبة. ومن ديسمبر 14 الحكومة تعمل في هذا المجال،
فقانون المالية مش قانون المالية نزل، قانون المالية يحذر، لأننا نخرج من البترول شيئا فشيئا، ونخرج من الميزانية شيئا فشيئا، نخرج من الجبايه البترولية، ونخرج من الجبايه البترولية شيئا، ونروح للاستثمار الاقتصادي بالضبط. ونروح للاستثمار بأموال الناس اللي عندنا وعندنا أموال، ونروح للاستثمار بالترناتيف يعني ببدائل أخرى. فربع أو خمس قبل أن ندخل في قانون المالية ما تغير 9% رجعنا منه. ما زال قانون المالية من أكبر ميزانيات الدول، 6900 مليار، يعني 7900 مليار، كاش البلدان اللي عندها 7900 مليار. ما زالت الأجور في قانون المالية لم تمس، ما زالت الإعانة أو الدعم لم يمس، التحويلات الاجتماعية، التحويلات الاجتماعية وصلت إلى أكثر من 1800 مليار، ما زالت التربية، الصحة، السكن، ما زال لم يمس، ما زالت حتى المشاريع فعلا فيه تجميدات صغيرة هكذا. 310 بروجي نوفو في 2016، 550 مشروع اللي شارعين فيه ومستمرين فيه. ما كانش البلديات اللي ما فيهاش مشروع. شيئا فشيئا من المبادئ تاع قانون المالية أننا الموارد تاع البترول نخرج منها ونجهز ونعبأ موارد جديدة. الموارد الجديدة جاية من أشياء كثيرة يمكن الكلام عليها. الاستثمار الاقتصادي بأموال جديدة عوض الاستثمار تاع الدولة، لأنه حتى الآن الدولة هي الاستثمار. أكيد. ملايير الأشياء الحمد لله الآن رانا في بلد يمشي الواحد بساعتين ثلاث ساعات من أقصى البلد إلى أقصى البلاد، يمشي بطائرة في كل الولايات، يمشي هذه الأرضية هذه الآن جعلتنا في مأمن من أننا تكون عندنا ثغرات. فإذا ولكن نمر من الاستثمار تاع الدولة عن طريق الميزانية، نمر إلى الاستثمار الاقتصادي، نمشيو للسوق. نعم، نمشيو للاستثمار الاقتصادي بأموال سوقية، وهذه الأموال داخلية. فلهذا نتكلم عليها كيف نجهزها. نعم، با دامبو نوفو، ما كانش ضرائب جديدة في هذه الأيام. الناس كلها راهي تجديد الضرائب في بلدان أخرى. الحمد لله احنا أنا كنا متفتحين على الانترنت وكذا. ضرائب جديدة؟ ما فيش ضرائب جديدة، لا على المؤسسات لا على الأشخاص. فثالثا اللعبة تاع الاستثمار. الاستثمار ما يندارش في اليوم وغد وبعد غد، يدير يندار لثلاث سنوات لربع سنوات لخمسطاعش سنة. فاللي يستثمر أمواله لابد نضمن له قواعد اللعبة اليوم وغد وبعد غد. فلهذا جاءت أشياء للاستثمار، الاستثمار الخارجي، الاستثمار الأجنبي، الاستثمار في الشركات العمومية الكبيرة الصغيرة. فقواعد الاستثمار جاءت كذلك لأنها تضبط، هي اللي تضمن أنه هذا الخروج من الإنفاق العمومي نروح للإنفاق الخاص، الناس اللي في جيوبها. نعم. الناس اللي عندها فلوسها ما تستثمرش هكذا، لازم نضمن لها أشياء. إنفاق آمن. نعم. بسطنا 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 الإجراءات الضريبية. اللي خلص الضريبة ما لازمش يتعب باش يخلصها. نعم. لكن الآن كي بسطناها لابد أنه يكون عندنا سيتوينتي فيسكال. نعم. لازم أن اللي عنده ضريبة يخلصها. نعم. وبالتالي فيها أشياء كثيرة من التبسيط سنفصل فيها. نعم. في كذلك الشركات العمومية. الشركات العمومية مثل الشركات الخاصة، ولكن الشركات العمومية كبيرة. درنا لها قاعدة أنها توسع، أنها تتحدث. نعم. ما تبقاش تسيرها، وأنها اليوم تحل محل الاستيراد وغد وبعد غد تولي تصدر. نعم. فيها كذلك تجميع الاحتياطات الوطنية. بالضبط. الأموال اللي مدسوسة لابد أنها تدخل. أنا كل مرة نقول الأموال تمشي مثل الدم. بالضبط. إذا كان واحد شد الأموال تاعه وخل وكنزها عنده ما تمشيش. هذه بكل ممكن كان عندنا أموال. نعم. نعم. الآن محتاجين إلى أموالنا. ومرة ثانية نقول أنه نستعمل ونستدين عند الجزائريين خير ما نستدين عند الخارج. نعم. ثانيا ثامنا التسيير الحذر. نعم. أسبوع بأسبوع، شهر بشهر، يوم بيوم. فلهذا جاءت في القوانين هذه المادة اللي ظهر فيها الجدال، واللي هي اللي مادة تجعل الحكومة كومان بيلوت. نعم. بيلوتاج يوم بيوم، لأنه لا يمكن أننا نخاطر بأموال. نعم. وأخيرا الرجوع شيئا فشيئا إلى القيمة. كاين أشياء كثيرة اللي ما يشفي قيمتها، لكن ولا شيء مس. الآن البنزين، المازوت، الكهرباء والغاز
وحتى هذه سيمكن الكلام عليها من بعد لانه نطلق لك معني احطناها من هذا. نعم خلينا نطلق لك من هذه النقطه. يعني انا قلت فيما سبق انه قانون الماليه يحمل على عاتقه جمله من الاحتياجات تتصدرها يعني ضروره التجاوب مع المطالب الاجتماعيه، المحافظه على المكاسب المحققه والطابع الاجتماعي للدوله الجزائريه، وطبعا يعني رئيس الجمهوريه رسخ في يوميات عمل الحكومه ضروره الحفاظ على المكاسب الاجتماعيه. بعد دخول قانون الماليه 2016 ابتداء من الفاتح جانفيه حيز التنفيذ، ما هي الزيادات المباشره وغير المباشره وتسعيره اي مواد سترتفع؟ والله انا قلت ولازلت اقول بانه الدعم باقي كما هو عليه. الدعم يمشي منين؟ يمشي من التربيه، يمشي من الصحه، يمشي في السكن، يمشي في الـ في الـ في المأكولات، يمشي في الدواء، يمشي فيها عندنا اكثر من 15 الى 16 رواق يمشي فيه. هذه كلها باقيه على حدها، زياده على ذلك المستوى نتاعها باقي 1800 مليار دو دينار تحويلات قيمه التحويلات الاجتماعيه. هذه 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 الظاهره، لان احنا عندنا تحويلات ضمنيه ما تظهرش اكيد، فمستوى عالي. الشيء الوحيد اللي جاء في قانون الماليه واللي يمكن يكون له تطبيق هو هذا اللي خاص بالبنزين وخاص بالمازوت وخاص بالكهرباء وخاص بالغاز. نعم. البنزين والمازوت والغازوال في اللتر يمكن تزيد من 5 دينار الى 8 دينار. 8 دينار، تعرف الدينار الان 8 دينار شو يعملوا بها يعني. نعم. الكهرباء كاين تقريبا مره ثانيه اقولها 9 إلى 10 ملايين شخص، يعني 2 مليون دو ميناج اللي ما يمسهمش، لانه عملنا حد انه بكري كان الحد هذا 500 كيلوات ار في العام. نعم. رفعناه الى 1000 كيلوات ار حتى نحمي الناس المتوسطه، كل ما نسميه كل ما يسمى بالميناج موديست المتواضع اللي عنده ترتيبات لكن صغيره. نعم. هذا لا يمس، يبدا يمس ولكن يمس الشركات والمؤسسات شوية أكثر، ولكن حتى واحد ما يزيد له قيمة كبيرة، فالقيمة معتدلة. وهذه الزيادات لماذا رحنا للبنزين؟ لا تمس لا السكر لا الزيت لا الخبز لا الدواء لا كذا، لأن هذه الأشياء يمكن أولا الاقتصاد فيها لا تبذل. نعم. هذه الأشياء اللي هي اللي تخرج البلدان اللي راهم حولنا راهم ياكلوا من اموالنا من اموال اولادنا. نعم تهريب على تهريب. لانه تهرب الاشياء من انت كي تكون قيمتها اقل مما تباع. احنا عند جيراننا تباع 4 مرات 5 مرات 6 مرات الغازوال. نعم. فخلي الاشياء تظهر هكذا، وحتى احنا لا بد اننا نقتصد فيها، وخصوصا انه الان الفيروفيار زاد، المترو، الترامواي، صح يمكن يوم من الايام ان يكون عندنا كلنا سيارات، لكن لا يمكن بهذا الحد من الفرق بين الكهرباء، بين انتاج الكهرباء بين انتاج الغازوال وما نبيعه تقريبا اكثر من 50%. فقللنا هذا شيئا فشيئا، ولكن ما قللناش كله، ما زال الدعم الكبير حتى اذا زدنا 5 دينار 6 دينار 7 دينار 8 دينار، الدعم ما زال كبير على الغازوال وعلى على البنزين وعلى الكهرباء وعلى الغاز، مازال الدعم. الناس ما يظنوش انه خلاص وصلنا الى حد، ولهذا هذه الاشياء وحدها وحدها هي التي ستعرف. معالي الوزير، ما تاثير هذا الرفع تسعيرات هذه المواد المذكوره على مداخيل الخزينه؟ يعني ماذا تتوقعون؟ والله لا نرى فيها على الخزينه، لانه انا قلت لك الخزينه السنه هذه نخرج من الجبايه البتروليه الى الجبايه غير البتروليه العاديه. السنه القادمه الجبايه العاديه اللي اسمها الفيسكاليتي نورمال، نعم، سنجني منها ان شاء الله 3 مليار دو دينار، 3000 مليار، والجبايه البتروليه تجيب لنا النصف، تجيب لنا 1500. كنا في الماضي العكس، كانت الجبايه البتروليه تجيب والجبايه العاديه صغيره، رانا بدينا نخرج من بدايه يوم من الايام نولو 400 ساميل. نعم. من ناحيه البترول البنزين والكهرباء والغاز والمازوت، المقصود ماهوش ان الدوله تربح.
نعرفش كثير. نعم. المقصود أن القيمة تاعهم توصل إلى قيمة اقتصادية شئين، والتبذير ينقص والكونتروباند تنقص. نعم. يعني نحن نبذروا صراحة كلنا، أنا أقول نحن يعني. فمن وراء هذا ما هوش أن الجزائر تبنى غدا بالدينارات أو بعشرات دينارات أو بألف دينارات اللي تأتي. ما زلنا نمول الاقتصاد بالاقتصاد، لا يموله الأشخاص. ماناش الناس يقولوا يأخذوا من جيوب الناس. ما زالت الجزائر الحمد لله اليوم وغد وبعد غد تحت إشراف فخامة الرئيس وبنظرته هذه الاستشرافية وبقيادة الحكومة والطاقم والناس كلهم لهم يعملوه من صغير الكبير. ما زال الاقتصاد البترول وغير البترول هو اللي يعيشنا. نعم. مش جيوب الناس. نعم. ولكن هذا اقتسام لثروة وطنية. نعم. معالي الوزير، هناك من يقول أنه رفع تسعيرات هذه المواد تحديدا سيرفع تسعيرات النقل سواء الخاص أو العمومي، سيرفع أيضا فئة الإنتاج التي تستخدم هذه المواد في, 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 في المجال الاقتصادي. يعني كيف؟ والله أولا لازم نشوف الغاز والبترول يدخل في الإنتاج إلى متى. يدخل 10% 20%، لأنه الإنتاج هذا يأتي بالمواد الأولية، ما يأتيش بالغاز. نعم. والبترول وكذا. ثانيا، لكن الفلاحة تستهلك سنأخذ المواد، إجراءات كيميائية. نعم. الفلاحة خصوصا الفلاحة في البرودوي استراتيجيك. نعم. يعني القمح، البوشيش، البرودوي ساك، الفلاحة، الصيد البحري، القوارض الصغيرة. نعم. هذو سنعوض لهم كما يعوض له الكهرباء، الجنوب والهضاب. نعم. العليا والاستثمارات نتاع الشباب. هذه كلها سنأخذ إجراءات للحد من يعني من اثار عليها. نعم. من تعويضها. نعم. الكهرباء قلت لك انه درنا خط هكذا. نقول انه اللي عنده ما شاء الله من بيوت من كذا ربي يزيد له. ونامل ان الجزائريين كلهم كهذا، لكن اللي هو متوسط وعنده سعر متوسط وعنده كاتلامب وعنده فريجيدير وعنده كذا، هذه احنا كانت 500 كيلوات، رفعناها الى 1000 بالتعاون مع وزير الطاقة، وحسبناها على أساس أنه تقريبا 9 ملايين إلى 10 ملايين الناس ما يحسوش بهذا. هذا هو حماية توزيع الأعباء الوطنية علينا كثيرا. ولكن مرة ثانية هذه بهذه الحماية ما رحش تكون لها أثر، ما رحش تخلق تضخم، لأنه أنا قلت ولازلت أقول أنه لابد أنه أن باتريوتيزم إيكونوميك. نعم. في الأيام هذه الشدائد هالشوية ماهيش شدائد، لازمنا لابد كلنا نعمل. أنا سمعت وأنا مع المواطنين ونروح للسوق، سمعت أنه الأسعار بدأت ترتفع. حتى حاجة ما زالت ترانا في نوفمبر لم يدخل بعد حيز تنفيذ، فيها استباق لأشياء. الناس اللي يستبقوا الأشياء هذو ربيع فيهم. لأنه ما لازمش، بالعكس في بلدان أخرى الضرائب تزيد، الكذا تزيد، احنا هنا الضرائب هاي ما زادتش. الاشياء اللي زادت لا ما لازمش الناس يستبقوا ويدخلوا في المضاربه، والمضاربه المواطن الصغير هو اللي يخلصها يعني. ولهذا الاثار على التضخم من وجهه نظرنا ما يكونش كبير، وخصوصا اننا نحمي الفلاحه، نحمي العائلات الصغيره، نحمي القوارب اللي تستعمل كثير الغازوال، لأنه يعني يستعملوا كثير الغازوال في الصيد البحري، نحميهم. ومرحلة ثانية هذا الحماية هذه نوع من الاقتصاد، لأنه القيمة ترجع للأشياء. نعم. والأشياء اللي ما عندهاش قيمة تبذر مرة ثانية أو تدهر أو تؤخذ من الطرف غير الجزائري. معالي الوزير، على ذكر الفلاحة، وإن بدا الغلاف المالي الموجه لدعم قطاع الفلاحة كبير، لكن جل المبلغ يمشي للتحويلات الاجتماعية، يمشي لدعم الحبوب، لدعم الحليب، لدعم هذه الشعب. والله صح. ماذا فعلاً بقي الاستثمار في الفلاحة؟ لا، أولا استثمار في الفلاحة. والآن في إجراءات كثيرة متخذها الحكومة، ما فيش 10 أيام تمر دون أن الحكومة تجتمع مرة على البريمات الإيريجي، مرة على الحبوب، مرة على الحليب، مرة على اللحوم، لأنه هذه هي الأساس. نعم. الآن رانا في وتيرة أنه فيه مساعدة كبيرة بما فيها في القانون المالية، قانون المالية هذا وقانون المالية اللي قبله فائتنا. نساعد كل استثمار في إطار الفلاحة، في توسيع الفلاحة،
في تحديث الفلاحه، خصوصا فيما يسمى بلي برودكسيون دو باز، يعني اللي ناكلها كل يوم. نعم. فيه فرق بين لا فريز وبين القمح. اكيد. ففيه استثمارات كبيره واستثمارات مساعده ودعم كبير. لماذا؟ لانه هذا استراتيجي. اكيد. والاستراتيجي هو في الدواء، في المأكولات، هذه قضايا من الخطوط الحمراء. وسعة الاستهلاك. نعم. لانه من الاستهلاك تاعنا كلنا. من ناحية هذه كل شيء، كل دعم، والدعم كبير، لا أريد أن أقوله لأنه نتقاسمه جميعا. أكيد. الدعم في هذا المجال كبير ويستمر. لماذا؟ لأننا لابد أننا نضمن الأمن الغذائي. أكيد. الزائري. معالي الوزير، يعني فيه مشاريع كثيرة، فيه مشاريع لمنشآت قاعدية كبرى، فيه مشاريع سكنية، فيه مشاريع في مجال الصحة، يعني ما مصير اليوم كل هذه المشاريع في ظل قانون المالية لسنة 2016، وكيف سيتم التعامل بين هذه المشاريع وأولوية هذا على الآخر؟ يعني آتي بك للحديث إلى المادة 71 اللي أثارت الكثير جدل من الجدل جدل النقاش في غير محله. المشاريع احنا الآن منذ 2000 والمشاريع تبنى. نعم. اللي ما يمشيش في البلد ما يعرفهاش، لكن اللي يمشي في البلد يشوف يوميا. نعم. المشاريع في الجميع، ما كانش واحد في المنطقة عنده لو باتريمون انفراستركتورال يسموه، يعني المخزون المرفقي مثل الجزائر. في الطرقات، بالانفاق، بالمدارس، بالزوبيتو، بالجامعات. انا قلت مره انه كاش بلد اللي عنده عدد الجامعات تقريبا ضعف عدد الولايات. احنا عندنا الان ضعف كل ولايه مركز جامعي الجامعات الكبرى. وبالتالي هذا مخزون للامه يستمر. نعم. لا يمكن ان يستمر بالوتيره اللي مشى فيها، لكن هذه ارضيه تجعلنا نقفز منها الى الاستثمار الثاني. الاستثمار الثاني هو الاستثمار الاقتصادي، لانه هذا استثمار تمشي الاموال ما ترجعش، لكن الاستثمار الاقتصادي تمشي الاموال ترجع. اكيد. فنمشي للاستثمار الاقتصادي. الان البلد مهيئه، لسباسي فيابيليزي، يمكن انك تمشي، يمكن التليفون في كل مكان، الكهرباء في كل مكان، التليفون في كل مكان، من الشرق الى الغرب. الان تقريبا كاين اكثر من 50 الى 60 من الولايات اللي اصبحت احضان، يعني عوي، يعني حظيره من او بسا حوض من النمو. هذا التوسع هذا هو اللي يجعلنا نمر الى المرحله الجايه. وشنو هي؟ هو انه ليزاندستري لابد انها تتوسع، لو تيسي دونتربريز، شبكه المؤسسات، القيمه المضافه، الصناعات اللي تخلق هنا ما تستوردش. فالان نحن في هذه المرحله التحويليه من استثمار قاعدي مرفقي الى استثمار اقتصادي، وهذا هو اللي يجعل بعد سنه بعد سنتين احنا انا اقول لك من التنميه الى النمو. من التنميه الى النمو. نعم. من الازدهار الاجتماعي الى النجاعه الاقتصادية. هذه هي المرحله. واحنا وزاره الماليه، انتم الان في وزاره الماليه، فيها كذلك وزاره الاستشراف، احنا ننظر الى 2019 والى 2035 2035، لانه في علمنا انه لو سرنا بهذه، الجزائر ستتغير في 10 سنوات القادمه. لماذا؟ لان عندها قاعده كبيره. الولايات راكم شفتوهم تغيروا كلهم، انطلاقا من تلمسان الى عنابه الى الجنوب. لازم هذه تكون خميره نتاع نمو. الناس اللي راهم يمشيوا لتركيا، يمشيوا لدبي، يمشيوا كذا، يشوفوا البلدان. البلد هذا عنده اخير من هذه البلدان، وحنا المستقبل بالنسبه للشباب، بالنسبه للعائلات، بالنسبه للمواطنين، انه هذا التنميه اللي عملناها بتبصر، اللي عملناها بيقظه، اللي عملناها بنظره استشرافيه لفخامه الرئيس وللطاقم الحكومي ولكل العاملين والعاملات، هذه لازمها تتغير في الحياه اليوميه. ما لازمش نشوف نظره قصيره. ولهذا هذا القانون وفي قوانين اخرى، لانه قانون خرج في قوانين، في قانون الصفقات العموميه، في قانون المؤسسه. الاسبوع القادم الحكومه ستستمع على قانون جديد من اكبر القوانين، قانون الجمارك، لانه هو اللي يفتح الابواب. هذه القفزه النوعيه، ولكن القفزه النوعيه هذه تاتي في نفس الوقت في المحافظه على التضامن
محافظة على الجمهورية أو على الدولة الاجتماعية وطابعها الاجتماعي وطابعها التضامني، خصوصا مع الناس اللي ما وصلوش واللي فرض علينا أننا نحميهم. اللي راني تكلمت على 9 ملايين 10 ملايين فعلا. ولكن في نفس الوقت ندخل نجاعة جديدة، ندخل حركية جديدة، ما نفرقش بين الشركة العمومية والشركة الخاصة. لازم الشركة العمومية نتاعنا تكون من أفضل الشركات، قبل ما تكون من أفضل الشركات. قبل ما نتكلموا على شركات، معالي الوزير، ما هو تفسيركم للمادة 71 وما هي الإجراءات القانونية لتطبيق هذه المادة اللي البعض اعتبره خرق للدستور، بعض اعتبره خرق لصلاحية البرلمان، لصلاحية رئيس الجمهورية؟ يعني هذه المادة اللي تسمح للحكومة بتحويل الاعتمادات المالية من مشروع إلى مشروع، لماذا أثارت كل هذا الجدل؟ أنا اليوم نتكلم المواطنين، ولو هذه ما تمس المواطنين كثير، لكن معليش المادة هذه موجودة دوبي 1984. أيوة. المادة هذه في قانون القوانين المالية، في قانون في الجزائر يسموه قانون تنظيم القوانين المالية، لأنه يعني قوانين مالية منظمة، لا دكترين المرجعية نتاع قوانين المالية في قانون. قانون هذا منذ 1984 يقول أنه كل ما صارت هناك اعتمادات في غير محلها أو بغير موضوع يمكن شطبها او يمكن اعاده الاموال تاعها في 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 مشاريع اخرى. هذا كان من المفروض اننا نعطوا له اليه عمليه، جبنا له الاليه العمليه، فهو تكمله لشيء موجود. هذا واش معناه؟ هذا لم يوجد، هذا لو كان يدخل في القانون، هذا معناه انه البلاد ناقصه يقظه. هذا موجود في فرنسا، موجود في المغرب، موجود في تونس، موجود في مصر، موجود اليقظه نتاع انه اليوم وغد وبعد غد. حنا نجير با مانتنا، ماناش نسيروا في 10 سنوات والبترول ماشي والاشياء مهدئه. رانا في توتر اقتصادي دولي، فيه ازمه من ناحيه وفيها بترول ينقص من ناحيه. هذا لو لم يوجد لا صرنا نحن في قيلوله، يعني اون سياست. فهذا حمايه اولا حمايه ل تقدم بدون أن نتعثر، إنما جنس تعثر. وثانيا الآن فعلا في أشياء بدأنا فيها منذ 15، أنه عندما تكون 10 مشاريع كل واحد فيها 50-50% ما نقدرش نكملهم، نجمع الأشياء، نكمل ثلاثة، نكمل ربعة، نكمل خمسة، ولا نخلي دي شانتي ما مش كاملين وبعد نشوف حتى يأتي الله بأمره والبترول يزيد. هذه الأشياء هي تجميع، تسير حذر، تسير بتبصر لمواردنا في توتر دولي كبير ما تمس الجزائريين. فلهذا فيها قراءات، وسمح الله الناس اللي قراوها بهذه النية، لأنه أنا أعتبرها نية بنية شيء. لكن البرلمان والإخوة في البرلمان تفهموا أن هذه هي لا بد لها من هذا، وبالعكس احنا اديناها للبرلمان حتى البرلمان يكون له دراية، هو اللي اعطى اعتماد لي او هو اللي اعطى توكيل للحكومه. وفي التكست يقولوا كل في المرجع او في النص يقولوا كل سنه يقدم وزير الماليه عرضا عن كل هذه الاشياء، اعاده هيكله الاعتمادات، يقدمها للجنه الميزانيه لمجلس الوطني الشعبي كل سنه. هذه عادة، وبالتالي هي حمايه لنا، هي تركيزا لهذه النظره اللي لابد اننا نمشي بدون مخاطر وبنجاعة وبجرأة نمشي، ولكن نعس نفوسنا. وكل ما كانت أموال مبعثرة نجمدها وندير شيء أكثر. هذا لم توجد، لو لم توجد لكنا متخلفين عن عهدنا وعن عصرنا. معالي الوزير، على عاتق قانون المالية لسنة 2016 أيضا تحقيق نسبة نمو معتبرة، على ماذا تراهنون؟ تكلمنا من التنمية إلى النمو. إلى النمو، نعم. التنمية موزعة على الناس كل، النمو هذا هو اللي نربحوا فيه فلوس. بالضبط. لأن النمو كل ما زاد النمو كل ما معناها أنه الصناعة نامية، الزراعة نامية، الخدمات نامية. أول شيء يرتفع الدخل الخام، يرتفع الدخل وتنقص الاستيرادات. بالضبط. احنا وصلنا إلى مستوى أنه أنا قلت مرة، قلت رانا نوكلوا في الناس. نوكلوا كل واحد نشير عنده حاجة، معناها أنه حل محل جزائري فعلا. فلهذا كل الإجراءات هذه تقول كاين 12 شعبة راهي موجودة. قول هذه الشعب
كل ما بداو الجزائريين يقفزوا فيها، المستثمرين عموميين خواص اجنبيين، كل ما واحد رفع راسه شويه لابد ان الاستيراد يقل فعلا، ويحل محل التصنيع الجزائري. فنراهن اولا على الفلاحه، لأن الفلاحه هي الاساس. فعلا. نراهن على الصناعه. الصناعه شويه متخلفه، 5% ماهيش بزاف، لابد اننا نصل 10 11 12 في هذا، فيه ما فيه سباق كبير للصناعة. ولكن الصناعة ماهيش وحدنا صراحة نقول لكم، ويأتي اليوم اللي وزير الصناعة سيتكلم على هذه الأشياء. الصناعة نحن والأجانب اللي عندهم تكنولوجيا، اللي عندهم معرفة في الأسواق، اللي عندهم تحكم، اللي عندهم. فلهذا البلاد الآن تفتح، وأنا قلت أن البلد هذا في العشرية القادمة لابد أن يكون مكة للاستثمارات المختلطة بين الاستثمارات الجزائرية والاستثمارات الأجنبية، لأن البلاد لازم تتفتح. ونراهن كذلك على الخدمات، لأن بلادنا فيها الخدمات على مستوى، كي نتكلم على الخدمات نتكلم على لي سيرفيس، يعني على الانفورماتيك، على الدراسات وعلى السياحة. نعم. وجاءت أشياء على السياحة، البرلمان لم يمشي فيها، لكن جاءت أشياء في السياحة. السياحة لازمها تنمو تنمو تنمو، لأنه نحن البلد الوحيد بصراحة نقول لك، نعم، لملايين جزائريين يخرجوا فعلا، وآلاف يدخلوا فقط من سواح الأجانب فعلا. الآن عندنا بلديات ولايات راهي ما شاء الله، يعني تحولت تحولا جذريا. لابد أننا نربح المعركة هذه، لأنه كل ما خرج مليون جزائري لابد يدخل مليون أجنبي. هذه المعادلة لابد أننا نصل إليها. لأنه قطاع السياحة معالي الوزير ما يزال بعيد جدا عن الاستقطاب، ما فيش مرافق، ما فيش استثمارات سياحية، ما فيش. لا، الاستثمارات بدأت. أنا شفت تمساح تغيرت، شفت وهران تغيرت، شفت قسنطينة تغيرت. فيه ليست بالقدر الكافي معالي الوزير. والله لازم. لما تشوف ولاية مثل سكيكدا مثلا فيها فندق أو اثنين، لما تشوف ولاية. بدأت حركية، لكن الحركية في الخدمات عندما أتكلم على وأنا ننزل إلى الأرض. لي ميليي لي ديزان لي سنتين داجونس دو توريزم، هذا اللي يسموه وكالات. نعم. يهديهم الله. لابد هذا يجيبوا ناس ويديوا ناس. فعلا. إذا لي زاجونس دو توريزم يديوا فقط، ويعني التوريزم هذا فقط في قبلة واحدة. الآن عندما يأتي واحد القسنطينة عنده من أشهر الفنادق، يروح لتلمسان عنده من أشهر الفنادق. فلابد حركية التوريزم لابد تكون دون لي دو سونس، لا راهي في انزر سونس. انا قلت لك ان الجزائريين يخرجوا بالملايين وربي يكمل ويزيد لكن لابد بالتوازن مع هذا، لكن لازم حتى ناس يجيو عندنا، لازم نحسنوا الخدمات مع الوزير حتى نتفقد هذه الخدمات. نعم. فلهذا انا قلت لك نراهن على الخدمات. خدمات ماهوش غير في الانفورماتيك، خدمات حتى في انه نمشي في صناعه سياحيه تكون صناعه مثل الصناعات تاع البلدان الاخرى. أكيد. لماذا عيب علينا احنا نكون في مستوى بلدان رغم يروحوا لها الجزائريين يشوفوها كل سنة؟ نعم. ماهيش عيب، وخصوصا أن الجيل هذا جيل الشباب جيل متفتح للخدمات. فعلا. التفتح هذا للخدمات لابد يكون له استثمار، تكون له مؤسسات، ويكون انفتاح، ويكون ثقافة الغير وثقافة التفتح للغير. وهذه الأشياء هي التي تأتي شيئا فشيئا، ما تأتيش في قانون المالية فقط، لكن كل قوانين راهي تمشي. امس اول امس كنا في ملتقى مع الاستثمار الثقافي مع وزارة الثقافة، لانه كل شيء يسوق عندنا. لا. كل شيء يسوق من الجنوب الى الهضاب العليا الى الشمال، لابد اننا نقفز في هذه القفزة النوعية. نعم. معالي الوزير، ما دمنا نتحدث عن النمو والذي يعني يعول فيه كثيرا على المؤسسات سواء الخاصة أو المؤسسات العمومية، يلا نمشي بكلمادة أخرى اللي أيضا أججت النقاش في المجلس الشعبي الوطني ووسائل الإعلام أيضا، وهي المادة 66. ما مضمون هذه المادة معالي الوزير، وما الذي أثار الحفيظة في هذا المشروع؟ والله إحنا نأخذها من حسن النية. مادة 66 حتى هي كبرت بدون سبب. هي موجوده في القانون تاع قانون الاستثمار الان موجود. فعلا. صف انه قانون الاستثمار الجديد فرق بين الاستثمار وبين المؤسسه. نعم. قانون الاستثمار الجديد هيكلته تركيبته وانه كل شيء يبدا في الاستثمار، ثم عندما يكمل الاستثمار ندخل في الشركات. نعم. في قانون قوانين اخرى، قانون الماليه، قانون الشركات. هذه اولا انا اقولها ولازلت اقولها، اولا حمايه للمؤسسات العموميه، لانه بهذا القانون تاكد موقف اللي موجود، وانه ما فيش مؤسسه ماليه
مؤسسة عمومية تفتح في بأكثر من 34 فتح الرسامين فتح رسامينها. ثانيا الرسامين الميزانية راهي ناقصة يا عباد الله. المؤسسات العمومية هذه كيفاش توسع؟ بأي أموال؟ لازم أموال جزائرية. نعم. شرط في القانون يقول لابد أن تكون أموال جزائرية. نعم. سواء لأشخاص أو لشركات. نعم. غير مفتوحة للأجانب. نعم. فقط للوطنيين. هذه لأن الشركات لابد أنها تتوسع. القاعدة الرأسمالية أنت حتوسع. وثالث شيء الناس لازم أنهم يعلموا أنه كل شركة عمومية صغيرة متوسطة كبيرة القرار تاع فتح رأسمالها يرجع إلى الكونسي دو بريفاتيزاسيون دو ليتات. تعرف الكونسي دو بريفاتيزاسيون دو ليتات شكون يترأسه؟ الوزير الأول وفيه نصف الحكومة فيها النورغان غوفيرمونتال. فتخوف في دون محله. يعني في تخوف من تسريح العمال، في تخوف من فتح أسمال الشركات الكبرى كسوناترا كسونال غاز. أولا فيه أشياء استراتيجية لا تمس لأنه قوانينها ما تغلقها. سوناترا فيها قانون الأساسي خاص. نعم. سوناترا فيها قانون خاص، سونال غاز فيها قانون خاص. الأشياء الاستراتيجية بقي استراتيجية وهي محمية منذ البداية حتى اليوم. نعم. القانون هذا هو موجود دبي 2001 قانون الاستثمار. نعم. لم تفتح. وثاني شيء الشركات اللي تتطور لابد أنها تتطور بدراية بمراقبة بقرار. والشركة العمومية هذه اللي فيها آلاف العاملين والعاملات لابد أنها تقفز، لابد أنها تحدث، لازم أنها تتوسع، لازم أنها تصبح من أكبر الشركات. التفتح لأكبر الشركات لابد أن القاعدة الرأسمالية تاعها تتوسع. القاعدة الرأسمالية اللي تتوسع هو اللي أطرها 66. وأنا أقول وزدت أقول أن هذه القاعدة تحمي، توسع، تركز، تعطي أفق أكبر للشركات وللعمال في الشركات أكثر مما تهدمها أو يعني تجعلها لأنه معالي الوزير لازم نقولها صراحة أنه فيه الكثير من المؤسسات العمومية اللي ضخت فيها الحكومة الكثير من الأموال من أجل إعادة هيكلتها، ولكن للأسف الشديد لم تتعافى ولم تقدم المرجو منها في مجال النجاح الاقتصادي. لأنه بصراحة التسيير يكون واحد، لازم تكون عندنا عشرنا في التسيير. نعم. المانجمنت مندار بالضبط. سواء كانت في شركات خاصة عائلية أو في شركات عمومية. احنا المرحلة القادمة إن شاء الله بهذه القفزة اللي نريدها، نريد أن البلد ما يقولش ما يفرقش واحد بين شركة عمومية وشركة خاصة. بالضبط. ما يفرقش بين شركة صغيرة وشركة كبيرة. الشركة الكبيرة احنا عندنا الآن 780 ألف شركة فيهم 200 كبيرات، احنا محتاجين 5000. لابد الشركة تكبر يعني تفتح تنفتح إلى العالم وتدخل حتى الأسواق الخارجية بيانسي في المانجمنت مودرن، وخصوصا أن الشباب هذا كله متكون في الجامعات. بالضبط. الشركات هذه العمومية كيف تقفز قفزة نوعية وآلاف الناس خارجة من الجامعات وهي قاعدة مقوقعة على نفسها؟ لا يمكن. نعم. وبالتالي أنت تكلمتي على التدخل الدولة وحماية المؤسسات. حماية المؤسسات هذا لابد منه، ولكن إدخال أساليب تسييرية جديدة هذه ضرورية. نعم. وضرورية، وأن تكون مثل أساليب تسيير كلها. غدا وبعد غد مرة ثانية الشركات العمومية لابد بتسيير جديد، لابد أن واحد كيفوت عليها يدخل يتعامل معها ما يديرش فرق بينها وبين شركة دولية. نعم. معالي الوزير، دائما في إطار تحقيق نسب نمو معتبرة والتعويل على الاقتصاد الناجح في المرحلة القادمة، ماذا عن تمكين الاقتصاد الوطني من القرض الخارجي في المرحلة القادمة؟ يعني إذا تحدثنا على لوكيلياشتر. نعم. أريد أن أستدرك كذلك أنه تكلمت على الشركة العمومية، أتكلم على المستثمر الوطني. نعم. لانه يعني في قانون الماليه هذا مسؤوليه على المستثمرين ولي بروموتور تري جراند. بالضبط. لانه يعني نقصنا من الضرائب فعلا، مكناهم من الدخول في زدنا في الضرائب على المدخولات المستورده حتى نفتح لهم مجال لاستثمار افيد ولربحيه اكبر وليربحوا اكثر. لابد انهم يدخلوا في المعركه. اذا يبقوا في
في في يعني خارج المعركه هذه ماهيش مليحه. لكن معالي الوزير قانون الفرص الان اكبر مما كانت عليه. فعلا قانون الماليه التكميلي 2015 استثنى قطاع الخدمات من تخفيض الضرائب فيما يخص لباس. والله لم يستثنيه لانه قطاع الخدمات بالنسبه لقطاع الصناعات الهوامش تاعو كبيره. نعم. وطول المده اللي الاستثمار يجي فيها ربحيه اقل. فعلا. لانه بين واحد عنده في النقل وواحد عنده في تحويل الحديد والصلب مش كيف كيف. فكل ما كان الهامش كبير كل ما كانت شويه الضرائب شويه زياده. نعم. كل ما كان قليل كل ما كانت اكبر شويه. نعم. هذا لانه من مبادئ الضريبيه الانصاف ليكيتي. فنحن نريد ان يكون هذا الانصاف. وزياده على ذلك انا قلت لك ما فيش ضرائب جديده لانه السياسه السياسه الضريبيه ماشيه في انه نوسع الوعاء ما نزيدش في النسبه. بالضبط. الان عندنا وعاء عندنا 3 مليار راهي جايتنا. ماذا بينا نمر الى 4000 الى 5000 دون ان نزيد في النسبه. لازم نوسع الوعاء الضريبي. نعم. الوعاء الضريبي هذا يسموه لي شيفر دافير. وكي يتسع الوعاء الضريبي بشركات عموميه. نعم. بشركات خاصه ما نحتاجوش نرفع النسب. ما نحتاجوش بالعكس نرجع. بالضبط. هذا من الاشياء اللي رانا نشوفوا فيها في الخمس سنوات الست سنوات القادمه ان شاء الله. نعم. لو الحركه الاقتصاديه هذه مشات ممكن نرجع في الضرائب. نعم. لانه احنا اذا ربحنا 5000 مليار باقل لانه لو بي بي نتاعنا توسع او وصل الى الان بي بي نتاعنا راه في حدود 124000 مليار دينار. نعم. اذا وصل 30000 و35000 و36000 يمكن حتى ننزل لانه نربح قاعده. نعم. فاذا عندما اكون اقول المستثمرين أو أقول الشركات أقول كل المتعاملين في السوق. أكيد. سواء متعاملين عموميين أو خواص, خواص أو متعاملين أجانب عندنا. لأنه كل من دخل أصبحت له جنسية اقتصادية وطنية. نقول له دير ريزيدا وفق القاعدة وفق القاعدة يصبح ويصبح على أرض ويصبح يحكمه القانون الجزائري. البلد محتاج إلى هذا الاختلاط هذا لأنه هذا هو اللي يعطي نفس لمؤسساتنا يعطي لها بعد وشيئا فشيئا يدخلها في الشبكات الدولية اللي نقولوا زيتنا نبيعوه في الخارج فلاحتنا نبيعها في الخارج شأن تركيبنا يعني تركيبنا في المجال الإلكتروني نبيعوه في الخارج. ما نقدروش نمشيو بالخارج إذا ما دخلناش في دي نتورك كما يسمى في يعني في شبكات دولية. هذا التفتح بحماية الاقتصاد بحماية الاستثمار في الاقتصاد بحماية الضعفاء والناس اللي ما عندهمش بالتضامن الوطني هو اللي يجعل هذه اللي تسمى عندنا الدوبل ريجيم حماية اجتماعية كبيرة واقتصاد ناجح. بالضبط. معالي الوزير أنا تكلمت على تمكين الاقتصاد الوطني من القرض الخارجي يعني هل يمكن ذلك وهل هذه القروض ستوجه إن حدث لتجهيز الاقتصاد الوطني المنتج أم هو تمويل الاقتصاد بالمدخلات يعني بالمواد الأولية اللي تحتاجها الآلة الاقتصادية التي يعول عليها في المرحلة القادمة سواء القطاع العمومي أو الخاص. الاقتراض في الخارج حتى اليوم ما زال في القاعدة ممنوعا. نعم. الاستدانة خرجنا بالاستدانة بقرار فخامة السيد الرئيس وكان قرار من القرار يعني المحكم انه الان لو كانت عندنا قروض كنا نكون في مشكله. نعم. البلدان اللي نزل عندها البترول وهي عندها قروض في الخارج راهي امام مشكله عويصه راهي امام ما يسمى بالشوك فرونتال يعني مباشر الان ما عندنا. فالاستدانه الكلاسيكيه اننا ناخذ قروض باش ناكلوها باش ناكلها وباش ما استطعناش نروح نستدين من جديد باش نرجعها هذه ممنوعه. نعم. وتاكدت انها ممنوعه في قانون الماليه تاع 2016. نعم. يقولوا فيها الاساس هو انه يمكن لواحد انه يجي يستثمر امواله يدخل في راس المال يربح معنا ويخسر معنا اذا خسر يخسر. نعم. معنا اذا ربح ما نعطلوش فايده ولكن انه يجي يقرضنا وهذيك القروض احنا نشتري بها وناكلها من بعد هو نرجعوا له القرض هذه ممنوعه. نعم. الا قلنا الاستثناء أن التمويلات الجديدة والتمويلات الجديدة ما هيش قروض. نعم. التمويلات الجديدة هو لغران بروجي الآن فيه تمويلات بديلة اسمها فيها أموال عمومية وأموال خاصة وأموال أجنبية يعملوا شركة كبيرة يستثمروها كي يربحوا
كيخسروا راهم خسروا، ولكن هذا الاختلاط بين الرساميل اللي تدخل كرساميل مش كقروض، اذا خسر خسر البلاد ما ترجعلوش. هو يضارب يخاطر مخاطرة، في فرق بين المخاطرة وبين الخطر. أكيد مخاطرة جيدة، الخطر هو اللي مش جيد. المخاطرة يجي يخاطر معنا، يخاطر معنا في الصناعة، في الفلاحة، الصناعة، السياحة، يخلط أمواله بأموالنا. هذه هي اللي جاءت متاحة. القرض الكلاسيكي ممنوع، بل بالعكس قلنا أنه حتى إذا شركة أجنبية جاءت عندنا واستثمرت عندنا، الأموال اللي تجيبها وديرها في رأس مالها أهلا وسهلا، لكن الأموال اللي تقرضها تقرضها من البنوك، لأنه ما زال عندنا البنوك فيهم أموال، ولازم المدخرات عندنا اللي رانا نجمعها هذيك لازم أنها تسير. فإذا القروض اللي هي قروض كلاسيكية ممنوعة حتى الآن. التمويلات الحديثة الجديدة اللي مركبة اللي تجمع بين أموال يخاطروا بهم، يديروا بهم الصناعة، يديروا بهم الصناعة، يديروا، هذه اللي توسع القاعدة تاع الاقتصاد الجزائري. معالي الوزير، اليوم في إطار البحث عن مداخل جديدة لتمويل الخزينة، ما كانت الضرائب في ذلك؟ يعني رفع المداخل الضريبية مثلا في مواجهة التهرب الضريبي، اليوم هل من إجراءات جديدة لذلك؟ توسيع الوعاء الضريبي، يعني كيف تعولون على ذلك لتنويع مصادر تمويل الخزينة العمومية اليوم؟ كاين فرق بين الإيرادات والموارد. إيرادات هما الضرائب، لأنه الضرائب عندما نأخذهم نأخذهم مباشرة وننفقهم، والموارد نستثمرهم. في الطريقتين احنا مجهزين وماشيين في الاتجاه هذا. الاتجاه هذا أنه أولا القاعدة راهي تتوسع، قلت لك أنه السنة هذه تقريبا تكون عندنا 12% إلى 13% بكل سنة زيادة في الجباية العادية. التجار فيه مراقبة شديدة على التهرب، فيه ملايير الدينارات ديناها السنة هذه بعد مراقبة. فلهذا نتكلم وأقول اتقوا الله، لأنه لا سيتويانتي فيسكال، دفع الضرائب، دفع الضرائب لازم. واحد ما ربحش، واحد ما قال الواحد، لكن واحد ربح وتاجر وكذا، لماذا يشد أشياء ماشي ملكه؟ من حق المواطن. هو يمشي في الطريق مثلنا، أو يدي أولاده المستشفى مثلنا كلنا، أو يدي أمواله. لابد أن هذا التقاسم، لابد الأنانية تنقص في عندنا. ولكن الناس اللي يسلكوا الضرائب أكثر بكثير من الناس اللي ما يسلكوش الضرائب. فيه مراقبة، مراقبة شديدة، وستكون أكبر. والآن فيه دي زيكيب كونجوانت بين الضرائب والجمارك ووزارة التجارة، راهي تعمل معا للمراقبة الشديدة لمتهربين من ضرائب أو للناس اللي داخلين في غش. يعني في نفس الوقت نفتح المجال، لكن في نفس الوقت نضرب بيد الحديد على الأشياء المغشوشة. ولكن بالتوازي مع هذا كاين الموارد. الموارد هذه اللي بدأنا نجمع فيها منذ 2015. هذه اللي سميناها الاحتواء المالي، وسميناها الامتثال الضريبي. الطوعي. هذه الأموال بدأت تعطي ثمارها على مستوى معين. أنا قلت ولازلت أقول أنه الأشياء اللي ضيعناها في 2015 من جراء البترول كينزل، كان 120 رزل إلى 40، ضيعنا أموال ما دخلتش. هذه الأموال استدركنا جزء كبير منها من مدخرات الوطنية، من مدخرات الأشخاص، من مدخرات الأفراد، من مدخرات التجار اللي كانوا يخدموا في علانية، التجار اللي كانوا يربحوا، ولكن رساميلهم نقية ما عندهاش علاقة بأشياء ما يعني محرمة قانونا. هذ الناس كلهم بدأوا، وأنا يعني بهذه المناسبة أشكرهم. في كثير من مواطنين صغار كبار نساء رجال شرفوا البلد لأنه جابوا أموال كبيرة وطبعا، وإن شاء الله مستمرين فيها. وهذه الأشياء اللي كانت مخزونة مكتنزة وماشية تجي، هذه تأمين لهم، تأمين للوطن لأنها تمشي، وربح لهم وربح الوطن. وبالتالي فيه الآن نوعين من الأوبتيميزاسيون فينانسيير، فيه الضرائب اللي تزيد وتزيد وتزيد، ولكن لابد أن نوسعها بالاستثمار. وفيه الموارد اللي هي خارج مكتنزة، وتعرف حتى الآية الشريفة تقول على الاكتناز شيء غليظ، حتى آية القرآن ولا ينفقونها في
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني الاكتناز شيء حرام، فيكتنزها لماذا؟ لأنه كأنه يشد الدم تاع إلى أريت الله لا سيركيلاسيون دو سون. فهذه الأشياء بدأنا فيها مستمرين فيها بحيث تحل محل الجباية البترولية والموارد البترولية. على ذكر تحويل الأموال من السوق الموازية إلى البنوك، يعني هذه سياسة المطابقة الجبائية الإرادية، الأجل ينتهي في 31 ديسمبر. مازال سنة وشهرين إن شاء الله. 2016، يعني وين وصلنا؟ وصلنا لـ 50%، 30%، 20% من جمع هذه الأموال؟ والله بداية غير محتشمة، لكن إن شاء الله ننوي أنها تمشي، حتى البنوك راهي مجهزة راهي تمشي للتجار راهي تضمن لهم. هل في عملية تحسيس معالي الوزير في هذه المجال؟ في عملية تحسيس، فيها كثير من الناس يجيوا البنوك يسألوا. أنا اللي أقوله اليوم وقال السيد الوزير الأول شحال مرة أنهم ضامنين في أموالهم. الأموال اللي تدخل بمجرد ما تدخل هي مضمونة، ولا واحد يقول من هذه الأموال، لأنه نقية، اللي يعرف أموال مش نقية ما يجيش البنك. أكيد. ثالث، هذه اللي توسعهم وتخلي الناس تخرج من عدم الشفافية للشفافية، يمشي أمام الله يخدم بأموال حتى واحد ما يسأله. ورابعا، في الوقت اللي نحن اللي البلد محتاجة إلى أموال، عوض أنها تقترض من الخارج تقترض من الجزائر. فالوتيرة بدأت، الوتيرة يمكن أن تكون أكثر. البنوك إحنا بهذه أو بغير هذه ماشي في نمو أكبر إن شاء الله. لكن النمو الأكبر يكون بهذا هذا التضامن، نوع من التضامن الوطني، ولكن تضامن اقتصادي كلنا نربح فيه. أحسن أن الناس تستمر هكذا خازنين على أنفسهم، محتشمين على أموالهم. وحتى الأموال، أنا أقول للإخوة المواطنين، الناس بحاجة إلى تطمين معالي الوزير حتى يجيبوا أموالهم. والله تطمين، هل فيه واحد الآن طرح أمواله والناس قالوا له لماذا؟ ما فيش. لكن نظام البنكي عندنا في الجزائر مازال يعني لم يرقى إلى مستوى التطمين هذا. يعني لا، هو ممكن ثقيل لكن مؤمن. ما كانش واحد اليوم دار فلوسه ونهار اللي جا قال لهم أعطونا فلوسي قالوا له ما كاش. فعلا. ما كاش. فممكن ثقيل شوية وكذا وفيه أوراق. أنا عندي معلومة أنه ناس طرحت ملايير وبعد جاءوا محتاجين الى عمليه، لانه احنا عندنا لا ليبر ديسبوزيشن، عندنا مبدا انه الناس هذه اللي تجيب اموال تقدر ترفدها من انت حبت. اذا رفدتها كاش، اذا رفدتها بالشاك وبالكذا هي حره. اذا رفدتها كاش نقولوا والله كاش ممكن تجي 200 مليون شويه ثقيله، لكن حريه التصرف مضمونه قانونيا. وانا عندي علم، وزير المالية عنده علم أنه كثير من الناس طرحوا دخلوا أموالهم ومن بعد يتاجروا بها يخرجوا، وما يخرجوش بآلاف، يخرجوا بملايين وربي يكمل لهم. لكن الإخوة كذلك لابد أنهم يعلموا أنه حتى الأموال اللي في الخارج، الناس راهم يقدروا يفتحوا حسابات بالعملة الصعبة. هنا البلد مؤمنة قانونيا، ممكن ثقيلة إجرائيا، لكن ما فيش بلد فيه أمان، وما كانش شيء الواحد يأتمن عليه كما بلاده مهما كان. فعلا الظروف. فعلا. معالي الوزير، راح نمشي بك لنقطة أخرى اللي هي يعني قيمة الدينار الجزائري اليوم هي في انخفاض غير مسبوق، يعني انخفاض كبير جدا. يعني أعلم أنه الدينار قبل أن يكون تسعيره هو مرآة عاكسة للاقتصاد. فعلا. لكن اليوم ما الحل على الاقل لانقاذ الدينار من هذا، يعني لاشويت ليبر اللي وقع اليوم وعلاقتها بالتضخم مع الوزير؟ والله شيت ليبر، اولا الناس يشوفوا كثير الدينار بتسعيرته مع الدولار. انا قلت ولو انه هذه التسعيرات من صلاحيات البنك المركزي، فيه استقلاليه للبنك المركزي في كل البلدان. الدولار هو اللي طلع كثير، حتى انه تقريبا الان يساوي يورو واحد، واحد دولار يساوي واحد يورو. كان في كثير الناس راهم يمشيوا يعرفوا ان الدولار كان اقل من يورو. فصعد. لماذا؟ اشياء ثانيه. ثاني شيء انا اقول انه مره ثانيه كما قلتها، انه التنافسيه تاع الاقتصاد، الاستثمار الاقتصادي، الشفافيه الاقتصاديه، الحركية الاقتصادية في المؤسسات العمومية أو في المؤسسات الخاصة
هو اللي يعطي قوة الدينار، مش التسعيرة اللي تعطي قوة الدينار. الدينار هو المرآة هكذا. إذا الاقتصاد قوي وفي حركية وما فيه استيراد، واللي يدخلوا اللي يخرجوا أهلا وسهلا، ولكن اللي يدخلوا أكثر من اللي يخرجوا، والتدفقات الخارجة تنقص من تدفقات الداخلة، هذا الاقتصاد هو اللي يجعل العملة تطلع، هي استمروا. أما كذا كان الاقتصاد التنافسية نتاعو صغيرة، والتدفقات الخارجة أكثر من التدفقات الداخلة، والثقة في الدينار لابدأ أن تزيد. بالضبط. ممكن الدينار الناس يعتبر الدينار هو شيء أكثر من أنه رمزي مثل الدرابو، هو كذلك العملة اللي ما يبقى إلا الدينار. فعلا. وبالتالي هذه الحركة الاقتصادية اللي نريدها، هذا الاستثمار اللي نحب نوسعه، هذا الاستثمار اللي نحب نزيد فيه، هذا العصرنا اللي نحب ندخلها، هي اللي بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات بثقة الجزائريين ترجع الدينار إلى مكانته. نعم. أما تسعيرة فهي صورة وليست المصدر. وليست المصدر. نعم. تضخم معالي الوزير. وبالتالي عندما فعلا عندما تضخم جزء من تضخم تعرف منين جاي؟ بشيئين. أولا بالأسعار التضاربية. Il y a beaucoup de spéculation dans le monde. هذه يتكلم عليها وزير التجارة أحسن مني وسيتكلم عليها. نعم. الأسواق في كثير من الأحيان فيها مضاربة، وبالتالي تزيد. أنا كنت نتكلم أنه بدأنا مازال ما زدنا لا في الغاز لا في الكهرباء، لا الناس تنبؤوا بدأوا يزيدوا في الأسعار. هذه السلوكات مش سلوكات تاع بلد، مش سلوكات تاع تجار، مش حضارية. نعم. فإذا في كثير من التضخم آتي من التنبؤ ومن مضاربة ومن تخزين أشياء ويخرجها عندما الناس محتاجين إليها. وثاني شيء في هو ما يسمى بتضخم المستورد. فعلا عندما الدولار يزيد كل شيء يأتي من الخارج يلقنف. فلهذا احنا نقولوا عندما ننقص من الاستيراد نعطي فرص للجزائريين أنهم عوض ما يخلصوا ناس هم يعملوا، وننقص من كل ما هو مستورد لأنه نعمل كلش بالدينار. نعم. كل ما نقص الاستيراد كل ما زاد التضخم، لأنه ما عندوش علاقة بالدولار. نعم. فالمعالجة مرة ثانية معالجة التضخم كذلك بالطرق الاقتصادية في المدى المتوسط. نعم. أننا ما نعالجهاش فقط نقديا أو بقرارات، نعالجها بأنه الأسواق لازم تنظم، السلوكات التجارية لازم أن تكون سلوكات متحضرة، الأسعار تكون أسعار حقيقية مش أسعار مضاربة، والتضخم المستورد ينقص. نعم. معالي الوزير انتهى وقت البرنامج، لك أن تختم البرنامج بطمأنة كل المعنيين بقانون المالية، ورجاء أبدالي بالمواطن إلى المستثمرين إلى كل المعنيين بهذه الوثيقة. قانون الميزانية ونحن في دار المال. نعم. وفي بيت المالية. نعم. إن شاء الله تتوسع. أكيد. للمستثمرين القنوات مفتوحة. مستثمرين وطنيين جدد، خواص كذا، ماشيين حتى أنه في الستارت اب إن شاء الله القانون الجديد سيتكلم على الستارت اب الشركات الصغيرة ولكن فيها أفكار وفيها فالور أجوتي جديدة. القنوات مفتوحة لماذا؟ لأنه كل ما شفنا أنه فيه إنتاج محلي كل ما نقصنا للمنتج الجزائري وزدنا للمنتج المنافس له. إذن الاستثمار نبدأ أنه نركز فيه في هذه الأيام لأنه فيه ربحية في المدى القصير وفي المدى المتوسط. شرط أن يحل مشكلة العقار الصناعي أيضا ليقف. بدأ بكثير. نعم. أنا قلت لك فيه أكثر ما فيش أسبوع لا نتكلم في الحكومة. نعم. على العقار الصناعي وبدأت الأشياء، بدنا نصفوا في الوضعيات لأنه العقار الصناعي في كثير من الوزارات العقار الصناعي، ولكن الآن في ميزانية هذه. نعم. في ميزانية 2015 فيه كذلك ناس خذوا عقار وما استثمروش. نعم. وبقي مربوط بهم. نعم. فعملنا غرامة أنه اللي ما يستعملوش بعد 3 سنوات يبدي يخذ له. نعم. لكن في العقار الحركية بدأت. نعم. وثانيا بالنسبة للمواطنين، المواطنين لازم أن يعرفوا أنه قانون ميزانية قانون 2015 ما تغيرش بالنسبة للقانون 2015 ما تغيرش بالنسبة للقانون، نفس الأجور بالملايير، نفس الدعم بالملايير، نفس المشاريع سيزيد، نفس ما فيش فرق تمام بين صورة الجزائر في 2013 2014 2015 2016 لكن
اللي يتغير هو أنه لابد أننا نزيد في النجاعة، لابد أننا نزيد في المردودية، لابد أننا نوسع الاستثمار، لابد أننا ندير ثقة في الاقتصاد ونحسن من سلوكاتنا في التبذير ونقلل من التبذير، سواء في أيام الأعياد في أيام غير الأعياد لأنه وعندنا إحنا من مواردنا الموجودة، من مرافقنا الكبيرة، من سوقنا العريض، من مداخلنا المرتفعة، الحمد لله لأنه مداخلنا مرتفعة، وإلا ما يخرجوش 4 ملايين جزائريين كل سنة فعلاً. كلنا عندنا خميرة كبيرة تجعلنا من الأوائل بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات، وهذه اللي نأمل إحنا فيها أن يكون اقتصاد ناشئ إن شاء الله. في بلد ناشئ مؤمن اقتصاديا اجتماعيا ومستقر سياسيا بما أتت به وبتعليمات فخامة السيد الرئيس، ونحن من البؤر لا ستابيليتي بوليتيك لا بروسبيريتي سوسيال اي ليفيسيانس ايكونوميك، يعني النجاعة الاقتصادية الازدهار الاجتماعي والاستقرار السياسي. الحمد لله نمشي في هذه الوتيرة متضامنين بدون أننا نتخوف وبيقظة كبيرة، لأن الغمامة تنزل على البلدان اللي ما عندهمش هذه اليقظة. نعم، شكرا جزيلا معالي الوزير على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم أنتم مشاهدية في كل مكان، شكرا للفريق التقني HD5 العامل معي هذا المساء، لرئيس التحرير لعائشة، للمخرج محمد أمين محمود، شكرا لكم، السلام عليكم، شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله.